محافظاتنا لم يكن فيها من استخدم كاتم الصوت من القوى السياسية. طرف الشيعي الصراعات فيما بينه قوية جدا لأنها هي صراعات على السلطة الحقيقية في الدولة. مشكلتي مع الوضع العراقي، السيد المالكي كان هو رئيس الوزراء، أني أقول أن هناك تجاوز على الدستور. المشهد السياسي العراقي يعني في مرحلة أشرفت على نهايتها. الصراعات أحيانا تصل إلى صراعات وجود، والبيت الشيعي ليس متماسكاً.